جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جلوة أم عبد الله الزهراني بعثت برسالة تقول فيها: أنا طالبة وربة منزل ولدي أطفال، فلا أستطيع أن أقوم بأعمال كثيرة من رعاية شؤون المنزل واستذكار دروسي وتربية أبنائي على الوجه الأكمل مهما حرصت على ذلك، فإذا حدث مني قصور تجاه تربية أبنائي فهل علي إثم في ذلك؟ فيدوني جزاكم الله خيرا. يقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. والأولى بالمرأة أن تقدم عمل البيت وتربية الأولاد، تقدم ذلك على العمل خارج البيت إذا أمكن ذلك. أما إذا اضطرت المرأة إلى العمل خارج البيت مع التزام الستر وتجنب مواطن الفتنة فلا بأس بذلك الحمد لله، ولكن مهما أمكن أن تقدم حاجة البيت وحاجة تربية الأولاد فإن ذلك أولى وألزم، لأن الأصل في المرأة أن تعمل في البيت، هذا هو الأصل.